الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن اقتصار استثمار الشركات العالمية على قطاع النفط والغاز لن يخدم الاقتصاد العراقي. وأضاف عبد الجبار أن إبقاء استثمارات الشركات العالمية في مجال النفط والغاز فقط لا يؤدي إلى اقتصاد متماسك سليم، وإنما ينتج اقتصادا مرتبطا بسلعة أو سلعتين. وأشار إلى أن الأزمات المتوالية على الشرق الأوسط والمنطقة والعراق خصوصا كانت أهم أسباب التراجع في تلك الصناعات، وأن العراق مر بمراحل خطيرة. أكد النائب غالب محمد علي وجود فساد كبير في وزارة النفط والبنك المركزي العراقي، وقال علي إن محافظ البنك المركزي لا يعمل بصورة أكاديمية وعلمية، وما يجري حاليا هي فوضى تحيط بسعر الدولار، وأن الخاسر هو المواطن والشركات وحتى الدولة، متهما الأحزاب والبنوك والمصارف الوهمية بالانتفاع من ذلك. وأوضح أن البنوك الوهمية تبيع الدولار وترفع سعره، كما أشار إلى وجود فساد في وزارة النفط وخصوصا في مشروع نقل النفط بالأنابيب إلى الأردن وملفات فساد أخرى. قالت اللجنة المالية النيابية إنه لا يوجد مبرر للحكومة في تعطيل صرف مستحقات كردستان العراق بعد أن قدمت أربيل البيانات المطلوبة لبغداد. وقالت عضوة اللجنة إخلاص الدليمي إن حكومة كردستان قدمت جميع البيانات المطلوبة إلى حكومة الكاظمي بناء على طلب الأخيرة، ولذلك فلا يوجد أي مبرر أو مسوغ قانوني لتعطيل صرف حصة ومستحقات كردستان، ملمحة إلى إمكانية وجود مساع لعدم صرف تلك المستحقات أساساً. وسط اتهامات لإيران بالاستحواذ على السوق العراقية، قال مدير منظمة ترويج التجارة الإيرانية فرزاد بلتان إن بلاده صدرت ما قيمته 11 مليار دولار من المنتجات الزراعية والغذائية إلى العراق في السنوات الخمس الماضية، منها 3,700,000,000 دولار قيمة تصدير الفاكهة الطازجة. وأضاف فرزات بلتان أن المنتجات الزراعية والغذائية بما فيها الفواكه الطازجة والصناعات التحويلية ومنتجات الألبان والمعجنات والشوكولاتة والحبوب والمنتجات الحيوانية والمكسرات المجففة والأدوية شكلت نحو 30% من إجمالي الصادرات الإيرانية إلى العراق منذ عام 2016. علقت لبنان العمل بتعميم 151 الصادر عن المصرف المركزي الذي يتيح لأصحاب الودائع في المصارف سحب دولاراتهم بالليرة اللبنانية على سعر المنصة 3,900 ليرة لبنانية للدولار الواحد بدلاً من 1,507 ليرات لبنانية للدولار الواحد كتعويض عن ارتفاع سعر الصرف الدولار قياسا إلى الليرة. وعملا بقرار مجلس الشورى أصدر مصرف لبنان بيانا إلى المصارف العاملة في لبنان أعلن فيه تعليق العمل بالتعميم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3,900 ليرة لبنانية للدولار الواحد. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء ببيع محفظة ديون الشركات التي استحوذ عليها من خلال تسهيل إقراض طارئ العام الماضي في خضم جائحة كورونا. وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن مبيعات المحفظة ستكون تدريجية ومنظمة وتراعي الحد من احتمال حدوث أي تأثير سلبي على أداء السوق من خلال مراعاة السيولة اليومية وظروف التداول لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة وسندات الشراكة. ختام الموجز، إلى اللقاء.